كدواد مدة صدّن سنة قبيلة هيد محكمة مقالة عبود وغيّل وبلابي إن دب أضيع تر لغو سمايو دولت دحى سماري هي بربورتي يضرب اسمه وكسرعي محكمة مقالة عبود وحنا وحي أنت كدم بيلغوش غني محكمة يضرب قبيلة هيدا قداميها محكمة مقالة عبود الشيخ إبراهيم فارح عبد الله يوحى وكور بحيي بهذا اللقب وإن ضيع تر لغو سمايو محكمة مقالة عبود سكان الدولت الفدرال كي دولت جبرت كقل مدقع صدي إلا قلق بقاطو اسمها ضيع تر لغو سمايو محكمة مقالة وحان شغلنا ومحكمة دمغرد عبد الواق وانه برقرين قيب كميدا فانضي اعترني مدى يضعو الى افرطان سنو بعد قيد واحد يعتر عن رؤوس سمين يوحد اسمع منا ايان انه اسكن نقا اوهو القلي اللهم هذا كقاكتو وحان نقا عاويي سنة عبد الواق علم قونجيح ايان لعاكوني لغو بغلو دورا قيب نقا عاويي لكن هانتي عروس باكو بحثها كيسيد با واشان قول ايا بر ايا برانده دي اللي حبول بيسكونا قنايان هانتي عروس باكو شي انقا ايد انا اسكاو حقب سواهو القلي مركا انتا سانكيها اللي وحاق شي هانتي الى اللي حكوني شان بقول او دولار باكو شي كوني سيداد بقول او دولار وحنقا عاوي عبدو واحد علمو قوجيح سنة تركاسا انقا عاوي اي عيد كلاو وحنقا ساعدي ما شفتو انتي كلا انقا الدين وقلي مقالا شكذا هان دين وقلي وأن كل هاي وضعت هذا غير تان وقروح بضمت هاي أدو في عن تهاي هدي أن هلا وحنا قاعوي أنا وحنا شاء الله هنا خد إحنا قيبة قرا قبيا ذا إلى دور تون قرا قرا يا قبيا أنت أسبان مركع نبو إن بان خد ذا لي وأنا قاعد شني هاند أنا مركع عد كست أو محسنين أما هلا محل جها هاتو أما مقولة كها هاتو أما دودو فدرك كها هاتي أما دوينها إن محسنين تها هاتو أو ذات كجراستيال كها وحدوينا وماشي تدوينها لو أديك هي جور خاصة هو روح ليها معهن روح جور أولي هو روح صدار لكن وماشي كده هيسي بالشدة أنت أنا نقول يعني أدي له اسمه قولي أنا وهو قال لي حندوينا أما هذا أنت أنا كلها هاتو أما قيد تكلوا هذا قبيض ها هاتو إن أي نجع ويان أو أي حرك عيان sidoo kale sheekh saciid maxamed da keenan oo ah garsoore ka hawlgala maxkamadda magaalada cabuudaq ayaa waxa uu maxamed dacliin u diray dadkii ka qayb qaatay ismaha maxkamadda isagoo noqon soo diray in bulshada magaalada cabuudaq dhankooda ka qayb qaataan sidoo kale dowlad goboleedka galmadooga maxkamaddan digmada cabuudaq waxay ka kooban tahay shan qol oo dhisan iyo sideed qol oo qabiya ah sideed qol oo qabiyada ah dhismaheedii oo socda dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay dhacday waana banaanka qolalka banaanka ah oo qabiyada ah shan tan qol iyo barandadoodana shaqadu waa lagu shaqeyn jiray xilligii dawladda dhexe ee Soomaaliya maxkamadda degmada cawdaaq bay ku magacaabnayd ilaa hadda ay ku magacaaban tahay looguna shaqeyn jiro umada ku nool degmada cawdaaq ee nawaaxigeed maxkamaddan degmada cawdaaq waxay u shaqeysaa umada ku nool degmada cawdaaq iyo inta degmada laga xukumo dhammaan iyo gobolka oo dhan intaba waa shaqadeedu way ka kooban tahay dhismahan hadda dayactirka aad arkaysaan oo idin muuqda afartan qol iyo barandadan oo intii muddo hadda laba bilood ku dhow dayactirkoodu socday yaasir cabdiladiif maxamed tv ga caalamiga heesaar tv cabud waaqa